الله معك. الإنسان حقيقته بإرادته. الإرادة ما إلها عمر. الإرادة بتصنع المعجزات، لأنه الإنسان دايماً بيطلب. الإرادة هي أنت شو بدك وشو بتطلب. ما تسكت إرادتك وما تقتل إرادتك وما تلغي إرادتك. خلي إرادتك فيها طيبة وسلام ومحبة ورحمة. حقيقة الإنسان هي إرادته. أنت الإرادة الصغرى والله سبحانه وتعالى الإرادة الكبرى. الإرادة مستويات، إرادة غريزية وإرادة إنسانية وإرادة ربانية روحية. الإرادة مش إنك تحب الجمال، الإرادة إنك تحب رب الجمال. اطلب من الله إنه يعطيك الإرادة الواعية.